على فكرة أنت زواجك من البداية كان تصرف سخيف كتير. شو العلاقة لتتزوج وحدة ما بتعرفها أبداً؟ لا وبحياتك مالك شايفها باسطنبول، معقول اللي عملته؟ صدقيني في كتير أمور نحن ما بنختارها. بلا سخافة وبهالعصر أنت ما كنت بهالعقلية أبداً. شو صار لك بعد ما رجعت على تركيا؟ فهمني. يمكن صحيت من الحلم. إذا حياتك القديمة مسميها حلم، نحن لساتنا عايشين بهداك الحلم يا فريد كورهان. أنت بعد الزواج اختفيت على الآخر، ما كان في داعي تعمل هيك شيء؟ خلص شو بيعرفني؟ يمكن شغلة شتتت عقلي أو هيك. وقتها فكرت أنه ممكن أعمل شيء بهالحياة. بس مبارح كنت عم تحكي عن نيويورك بأشواق وعن اللي عشناه هنيك. أيه بلا، بس هون غير. ليك بتعرف شو بدنا نعمل؟ أول شغلة وبأول فرصة بدنا نهرب ونرجع أنا وياك على نيويورك، وهذا يعني مثل أيام زمان، مندور ومننبسط وبعدين منرجع مندور على ششبرك بنص الليل، ويمكن كمان نكون قاعدين بالبيت ونرجع نطلب أنا وياك جاج بالبيتزا. شو رأيك؟ منشان هيك خليك ريلاكس، لأنه إذا بدكم تنفصلوا وأساساً رح تنفصلوا، بعدين مثل ما بيقولوا المكتوب رح يصير، لهيك لا تحط ببالك. ما بعرف، يمكن معك حق، يعني دخيلك شو فيها الحياة؟ برأيي أنت معلق حالك لأنه أنت هيك بدك، ما في شي تتعلق فيه هالقد، ويلي بيسمعك بفكرك متزوج من 1000 سنة وعندك شي 3 أولاد. بعدين أنا لو نزلت لك هلأ بوست، بتعرف يا أستاذ كم بنت رح تحاكيني كرمالك؟ ها هيك تحاك شوي بقى.